الإلغاء وتشوق الجمهور لمقابلة الفنان بعد 13 سنة من الغياب، تضارب أحاديث حول حفل عمرو دياب بلبنان، فما القصة؟ القصة بدأت سنة 2009 لما المنتج جان صليبا اللبناني قرر إقامة حفل للفنان المصري عمرو دياب في لبنان، ولكن وقتها ما كانش الإقبال على الحفل كبير واتباع في حدود ال 200 تذكرة، وده بسبب التضخم والأزمة الاقتصادية في لبنان. ورغم توزيع التذاكر على الصحفيين والإعلاميين لزيادة عدد الحضور، ما كانش العدد كافي لإقامة الحفل فتم إلغائه. الخلاف كان على العربون اللي تقادته إدارة أعمال عمرو دياب وقتها، واللي كان مقدر ب 250 ألف دولار. طلب المنتج جان صليبا من إدارة أعمال الفنان إعادة العربون بما إن الحفلة ما باعتش التذاكر واتلغت، ولكن رفضت الإدارة وأخلت ببنود العقد. وبدأت من هنا سلسلة التقاضي بين جان صليبا وعمرو دياب لحد ما توفى المنتج جان صليبا إثر إصابته بكورونا، وكان متضرر مادياً وقتها، وده دفع أسرته للمطالبة بمستحقاته من عمرو دياب. ودلوقتي بعد 13 سنة من الخلاف تم الإعلان عن حفل عمرو دياب في لبنان، وتحديداً بيروت يوم 19 أغسطس المقبل. وهنا اشتعلت الأزمة مرة تانية وانتشرت أنباء عن إلغاء الحفل بالاستناد للدعوة السابقة لجان صليبا، ولكن نفى المستشار القانوني للشركة المنظمة للحفل الشائعات ووضح أنهم هيتخذوا كل الإجراءات القانونية اتجاه لنشرها بهدف الإضرار بالشركة وبالفنان.